لك سؤالي يا شيخ، والله سؤال لم أجد له إجابة شافية. مثلا عندنا في أهل السنة المذاهب الأربعة، إذا كنت أتبع مذهب معين مالكي أو حنفي وعرضت علي مسألة معينة ولقيت أنه مذهب آخر أسهل وأيسر إلي، فهل من الممكن أن يعني أتبع ذلك الإفتاء في ذلك المذهب، أو أني يعني بس ألتزم بمذهب إمام معين؟ لا يلزم يا أخ أحمد أن يلتزم الإنسان بمذهب معين، لا يلزم هذا. إن لم يكن ذهابه للمذهب الآخر على أنه أيسر لم يكن ناجما ذلك عن هوى، فإنه لا حرج له في ذلك. لا يقول أحد أن أحدا من هؤلاء الأئمة الأربعة أو غيرهم أنه معصوم، كلهم عرضة للخطأ، وإن كان الله عز وجل نفع المسلمين بهم شيئا كثيرا. أبو حنيفة رحمه الله أولهم ظهورا، ثم مالك، ثم الشافعي، ثم أحمد، هذا ترتيبهم الزمني. وقد كان هناك أئمة يوازونهم في العلم، بل ربما من هم أعلم منهم كالليث بن سعد والأوزاعي والإمام الطبري وغيرهم من العلماء الذين اندثرت أقوالهم أو اندثرت مذاهبهم، بمعنى لم يكن لهم طلاب وأتباع يحملون ما دونوه من علم. وهؤلاء الأئمة الأربعة كتب الله لهم أن يخدمهم طلابهم وأن يكثر أتباعهم عبر التاريخ لعوامل عدة، منها أن يتبنى السلطان في عصر من العصور ذلكم المذهب. فالرجل من عامة المسلمين لا يلزمه أن يتقيد بمذهب إمام معين ولا يخالفه البتة، لا ينبغي أن يقول بهذا أحد. ولو رأى أن المذهب الآخر أيسر وأقرب إلى عقله وأقرب إلى قلبه وكان هناك قناعة بالقول، فلو حتى كان رجلا مالكيا وذهب إلى قول إمام أحمد، أو كان حنبليا وذهب إلى قول الشافعي، أو كان شافعيا وذهب إلى قول أبي حنيفة، أو كان حنفيا وذهب إلى مذهب مالك، كل ذلك فيه ولله الحمد سعة. ما لم يأتي الإنسان عياذا بالله إلى الأمور التي فيها شيء من الترخص العام فيحاول في كل مسألة أن يذهب إلى الرخصة، هذا ذمه بعض العلماء. وإن كان أصول أهل العلم يعني تقتضي أنه من الصعب أن نذم مسلما إذا قال أخذ بقول إمام متبوع، والعلم عند الله.